من البيت كلهم رافضين فكرة إنه البنت لازم تشتغل ولازم تثبت وجودها ولازم خلاص جلسي في تزوجتي ما عاد مش يعني ما عاد فيش حاجة أو غير متزوجة يعني ما بش داعي إن أنت تحلمي أكثر من اللي هي. قرأت الإعلان عن برنامج خديجة وحسيت إنه من هنا لازم أبدأ من هنا. ما كان في إلا أمي تدعمني سهلة يا بنتي الحياة كفاح. تغيرت بشكل عام بعد التدريب أصبحت واثقة من نفسي أكثر والحياة في مثابرة بجد متعة الاستكشاف إن أنا ما أبحث أشوف أسأل يعني مش أول كف واحد يأخذه ويجلس لازم واحد يثابر عشان يوصل للي يشتي يعني بما إنه إنسان يملك مشروعه الخاص إن شاء الله يكون مستقبله مزدهر لأنه ما يكونش في يعني ما يكونش في فضل أحد ولا مراعي المرتب ولا يكون شغلي الخاص فيه أشياء جد نفسي وجد شخصيتي وأمن نفسي وأمن عيالي. أحب أقول لغيري من الشباب والشابات إنهم ما يستسلموش لأي وضع وإنه يعلموا إنه لكل خطوة يعني كل يعني حتى قصر أو شيء يبدأ بحجرة وكل يعني ما فيش خطوة كبيرة لازم واحد يبدأ خطوة صغيرة ولو حد لقي مشاكل لقي صعوبات يتجاوزها ويبدأ ويحاول يوصل للي يشتي بس ما يتسرعش لأن التسرع هو اللي يخلي الإنسان يحبط. هذا من ضمن أحلامي الكبيرة إن أنا أكون سيدة أعمال ناجحة إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله يكبر المشروع ونعمل له فروع يعني في خطط نحن إن شاء الله يعني ممكن نحن من حتى من الأرباح إن نحن نحاول نشتري قطعة أرض ونبني المشروع لأن الإيجارات وهذا هي تشكل عبء